السلام عليكم طالمي ابراز، رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد، والتحدي اليوم هو تحدي الجايروس. اليوم طبعا راح احاول اكل 5 كيلوات من الجايروس اليوناني. طبعا اللي ما يعرف الجايروس، بعد حار هذا لحم مدخن، طبعا راح اسويه على طريقتي الخاصه، راح اخبزه بالجبنه. وهنا عندي طبعا كيلو ونص وتيته فينجرز، اسويه بهاي الطريقه. شوف الكمية العملاقة من البطاطس المقلية، ممتاز. هنا طبعا عندي جبنة الموزاريلا، اسوي لكم هاي الاكلة التاريخية، فرغها الشكل حبتيت. هنا طبعا هاي الصينية داهنها بالزبدة، انا نسيت اقول لكم، مثل ما شفتوا مبين يعني الزبدة مدهونة بيها. حط هنا الجبنة، احاول احضر الوجبة على السريع حتى ادخل بهذا التحدي الصعب. اخذها طبعا هسه اذبها بالفرن شوية. هنا عندي طبعا شغلات، هذا زيتون وشلته من الماي مالته، فرغ الزيتون. وعدي فطر مشل همين من الماي، فرغه همين. اوكي، شنو هاي الاكلة التاريخية. هنا طبعا عدي الصلصة الرهيبة، صلصة الهولندايز يسموها، هي فرنسية بس يسموها الصلصة الهولندية. مكوناتها طبعا الرئيسية البيض، صفار البيض عفوا، الزبدة طبعا، والجبنة خاصة بيها، فشي رهيب يعني. كلش نوشلها بالكامل مثل ما جاي تشوفون. ايش بقى عدي؟ بقى عدي اضيف الجايروس الرهيب، هذا الجايروس. جايروس، يوروس، جيروس، شو يسمونه ما ادري، المهم هواي له تسميات. مدخن، ريحة الشواء بيه، شوفوا هذا الزيت مالته تجوه شلون صار. شنو هاي الوجبة؟ شنو راح تصير؟ يعني هو شاورما يونانية تقريبا، تقدرون تعتبروها الشكل. بيف هذا طبعا لحم بقر، فرغ الشكل هذا الزيت مالته بهاي الطريقة، ممتاز. ما بقيت ولا جايروساية، نابتيت هاي طافرة. تعال وين شاردة؟ شنو نخلي بعد؟ نخلي بعد جبن، كثر جبن، نريدها تصير تشيزي الى درجة يعني. الوجبة طبعا كلها راح تصير 5 كيلوات او اكثر. جايروس كيلوين ونص، كيلو ونص بوتيته، 4 تصير كيلو ونص، كيلوين ونص، اي نعم 4. وهاي الشغلات كلها تقريبا تصير كيلو ونص، كيلو وربع، يعني المجموع فوق 5 كيلوات بشوية. هذا الجبن وجاي اشوفه الكمية مالته مو كافية طبعا، نسيت اضيف هاي الصلصة طبعا، المفروض اضيفها قبل الجبن بس يلا ما عليكم. هسه راح اسويها هاي صلصة هولندية بعد، صلصة الهولندايز الرهيبة الشهيرة، وارد اوزعها بهاي الطريقة، ممتاز. وزعتها، خلي هذا الفلفل عندنا، شوفوا هذا فلفل محشي بالجبنة، شكل صاير. طبعا جاي اشوفها شوية منقصة جبن، لا بأس انه نضيف لنا بعد 250 غرام حتى تصير تشيزي درجة أولى. اوكي هالشكل، نوزعة نوزعة، خليها بالفرن، شوف ايش قد، ربع ساعة يعني على حرارة فد 220 هالشي. شغل اول شي جوا، بعدين شغل الفوق. اوكي وشلته بالكامل، ما عندي بعد شيء، راح اروح بس اذبها بالفرن. يا ابطال بطلات امي ابراز، سووا لي لايكات لهذا الفيديو وخليكم وياي، وخلي نشوف شو راح تكون نتيجه هذا التحدي. يلا اروح اخليها بالفرن وارجع لكم. ومثل ما تشوفون ابطال امي ابراز، رجعت لكم طبعا ورا ما خبزت الجايروس بالجبنه، وهالشكل صار شكله مثل ما جاي تشوفون. صراحه ما اعرف شلون راح اقدر اكمل هذا التحدي، الكمية عملاقة طبعا. وخلوني ابدي بدون ما اضيع اي وقت، يلا وينهم عشاق هاي الاكلات الغريبة والرهيبة. خلوني اقص هنا، هنا عندي معون طبعا، وشوفوها خل اشيل شوية منها، خلي هنا لان حارة. وشوفوها، شوفوا الجبنة، هاشي هاي فد شي صراحة رهيب. هاي الأكلة التاريخية، شوفوها شلون صارت، بعد جبين، ممتاز. بس بعدها حارة، يمكن راح انتظرها، بس حبيت أراويكم إياها من هي حارة الجبنة مالتها شلون تصير ستريتشي يعني مطاطية هالشكل. البوتيتا، البوتيتا جوا صارت، بس خلينا نجرب هاي، اكو بوتيتاية، يلا.
شنو الطعم؟ شو اسولف لكم يعني؟ شو اسولف لكم يا ابطال امير بروز؟ شوفوا هذا الجايروس بالجبنة وبالبوتيته بالزيتون وطعم صلصة الهولندية الهولندايز بارز. وهذا الجبن همزين خليت واحد ثالث لان الكمية عملاقة. لا لا احسن طريقة تاكل بيها الجايروس اللحم اليوناني المدخن هي هاي. يلا تفضلوا. شوفوا هذا الجبن شلون مكسب هنا. شو اسولف لكم على الطعم؟ يعني مدخن على طعم جبن. شوفوا متماسكة الجبن هالشكل صارت فتشي رهيب يعني. طعم البتيتة ويا الفطر فتشي اشبه بالخيال صاير. طعم خيالي يا ابطال. اي نعم بعدها حارة اتمنى افترسها. اتخذوني اول شيء استمتع اكل بهاي الطريقة. نازوكية. يعني فالشي صراحة رهيب الطعم. اوكي انتهى عندي الصحن الاول وخلوني بعد استمر بهذا الطبق الرهيب. شوفوا هاي الجبنة يا ابطال. اوه شوفوا الجبنة وهذا الشغل الصحيح. ما تنشال من الجبنة القوية اللي بيها. شوفوا هاي البوتيتة اللي هي صارت تشيلي تشيز بوتيتوز تشيلي تشيز فرايز. كمية الفظيعة من الجبن. يلا عيني هنا أنا جبن مكسب للي يحبون المكسب. شوفوها شوفوها ما تنزل. هذا الجبن الحكاكة مات الجبن مات البوتيتة والجبنة والزبدة صارت لي جوا فالشي أشبه بالخيال. حتى هذا الفلفل هسه نذوقه نشوفه حار بارد ما أدري صراحة أنا بي. يلا بما أنه جبنة طار الحكاكة خلي أبلش بيها. تفضلوا. والله جاي تسمعون القرمشة أدري. قرمشة عالم ثاني. قرمشة الحكاكة ويا الجبن ويا طراوة الجبن. صارت فشي رهيب. خلونا نجرب الفلفل. شوفوا همين بداخل الجبن عارف ليه الشكل لا نحلو ياخد شي. فلفل حار حرارة يعني اللي تريدها اللي ببالك اللي تخليك تستمتع مو تتعذب. والجبنة البي يعني صراحة تغيير جذري. شنو هاي الوجبة التاريخية يا بطل امير بروز؟ يلا تعالوا تفضلوا افتح حلقك يا بطل. افتح حلقك يا بطل. عافية. واحد يجرب اكلات جديدة شوية.
يستكشف يجرب بلكت تضبطوا يا فد يوم. انا اليوم ضبطت هواي مرات انا صراحة تضبطوا ياي من اكسر الروتين يعني. جاي سبعون القرمشة مات البوتيته احتكت بالصينية والجبن. شنو انت يا جبن؟ انطيني مجال اردحوس، انطيني مجال. انزل ما ينزل ما ينزل قوي. اسمع كولا ما بيها سعرات حرارية، نحافظ شوي على السعرات، نستغل السعرات. يعني عندي خيار انا زيرو، ليش اجيب كولا عادية؟ مو صحيح؟ استغل هذا الوضع جماعة. مرات مثلا المتعلمين ياكلون حلا هواي، وامير بروز احنا نريد ننقص وزننا، شلون؟ علمنا الطريقة. اسوي لكم طبعا روتين اليوم وفد يوم، هواي طلبوه من عندي. بس يا اخي يعني قللوا من الحلا شوي. انا بالنسبة لي يعني ما اكل حلا نهائيا، يعني مرات بالشهر مرة وشي قليل. يعني الحلويات هي اللي بس بالتحديات مثلا تشوفوني اكل هاي الوجبات. يعني ليش اكلها بشهية وهاي؟ لان حارم نفسي من عندها صراحة بالايام العادية. فانصحهم، هو هم زين واحد يشرب كولا بدون شكر، بس اذا انت كلش ما تستحمل الا تاكل حلي، حاول تحط لك بطل صغير مال كولا زيرو شكر، وكل ما تشتهي حلويات اشرب لك شوي من عنده. ما اقول لك شرب هواي، هي مو زين، وينخدع الدماغ بالحلي. بدال ما تاكل حلي اشرب زيرو شكر فتره من الزمن، انه بعد ما تشتهي الحلويات. هسه انا ما اشتهي الحلويات ابد، فليش قد ما اكلها. مستمتع صراحة بهاي الوجبة. اوكي خلينا بعد، صارت في شيء تاريخي. شوفوا لي هاي الجبنة، اوه ما ينزل من الجبن، مخلوط خلط بي. شوف الجبن، ولو بعد مكثر جبن اكثر تصير اكثر المطاطية مالتها. بس ما ردت اروح طعم الجايروس الممتاز والرهيب صراحة تشكيلة، انصح الكل يجربها. انه هذا اللحم الجايروس، او حتى تقدرون الشاورما مثل من تشتروها سووها بهاي الطريقة. طبعا هو الجايروس يعني بيفرق عن الشاورما صراحة طعمه. شلون اوصف لكم اياه؟ يعني مدخن شوي اكثر يعني، بس تقدرون بالشاورما تسووها. بوتيتا وجبن وشاورما وزيتون وفطر. واو حار. انا الفلفل عجبني كلش طبعا. شوفوا شلون محشي بالزبده بالجبنه عفوا. شنو الفلفل؟ يعطيك تغيير جذري بالطعم صراحة يعني. وماشي صح لحد الآن، خلوني استمر بعدها حارة. بس طبعا البخار مبالغ به نوعا ما، يعني مو مثل ما انتو يمكن تشوفون بخار عفوا حسبالكم كلش حارة، بس هي لا يعني حارة، بس مو ذيك الحرارة القوية يعني تقدر تاكلها. زين والله كملت. راح اخلص نصها وما حسيت بأي صعوبة لحد الآن، مستمتع صراحة. مع العلم الوجبة دسمة، يعني هيك وجبات تصير تحديات بيها صعبة، يعني جبن، لحم، بوتيتا، من كل النواحي تصير صعبة. بس بعدني باقي لي لا مو نصها مو نصها، لا تبالغ يا أمير براز، يعني ثلث ثلث. اوكي ثلث، يلا خلوني افترس هالطبق شوي نراويكم اياه عن كثب. شوفوا الجبن والتشيز، هو الجبن نفسه تشيز، لا تتفلسف. يلا طبعا الزيتون ملوحته وملوحة الجايروس
بيملح هذا الطبق. فأنا سويت البوتيتة ما خليت لها ملح، خليت لها كلش قليل ملح، فجايت كاسر نسبة الملوحة وصايرة التشكيلة فتشي أشبه بالخيال يا أبطال الميبراز. لا تخلوا لها البوتيتة هواي ملح، إذا تريدون سووها ويا الجايروس، لأن الجايروس معروف عنه مالح. لا لا الشيء رهيب. ده عندي الكولا طبعا. صحن انتهى عندي، وهسه اقدر اقول انه انا مكمل نص او اكثر من النص بشوية. خلوني استعين مشروب المفضل باوريد. اوكي ممتاز. اوكي خلوني اقضي على هذا الصحن اللي مشكل، ويعني تحدي لحد الان زين، مو ذيك الصعوبة القوية، بس بديت ادخل بمرحلة الصعوبة، لان تعرفون الجبن واللحم يشبع وبنفس الوقت ثقيل على المعدة يعني. شوفولي هاي الحكاكة. هالشي صراحة رهيب. القطعة التاريخية، هاي القطعة الأثرية، انهيار جايروسي بالجبنة. شنو هذا الانهيار العنيف والحكاكة اللي جواها، فشي ممتاز الطعم. وهاي الصلصة، الصلصة الهولندية هولندايز، ممتازة صراحة يعني، هي أصلها فرنسي يعني، هم الفرنسيين اللي اخترعوها وسموها صلصة هولندية. طعمها كلش حلو، متناسق ويا التشكيلة هاي. هذا الثلث راح يكون أصعب ثلث طبعا. حاليا بديت أعاني، خلوني أكون صريح وياكم يا أبطال الميبراز، ليش أبالغ وأقولكم أنا بطل وأكمل التحدي وأنا مسوي روحي ما أعاني؟ لا، بديت أعاني. كمية عملاقة، الوجبة دسمة. خلوني استمر، بعدني ما بديت امل من الطعم بقدر ما بديت احس بالثقل اللي بمعدتي، يعني بدي اكل بعد. طلبون من عندي طبعا هواي اسوي تحدي الفواكه، اقرب التعليقات طبعا للأسف الشديد انه انا عندي حساسية من الفواكه، يعني ما اقدر اسوي تحدي فواكه، يعني الانواع اللي اكلها من الفواكه قليلة كلش. واخر شيء صار عندي حساسيه من عند اللي هو البطيخ، البطيخ اللي هذا الشمام، مو البطيخ ذاك الاحمر اللي احنا نسميه رقي بالعراق، اخوان العرب يسموه بطيخ اللي هو الاحمر بداخله، بس انا صارت عندي حساسيه من البطيخ الشمام، وش يسمونه ما ادري باللهجات. مره سويت تحدي بيه بكميه كبيره، انا ما كان عندي من عنده حساسيه، بس يعني عندي هواي حساسيه، عندي حساسيه من هواي من الفواكه طبعا ما اكلهن، يعني الفواكه اللي اكلها بسيطه كلش، يعني رقي يمكن، برتقال هالشكل، وهذا التوت البري الازرق بلوبريز، ها
هذا انا بس اللي اكل، اما البقيه كلها تصير عندي حساسيه. يعني اذا اكل فواكه هذا وجهي كله يطقق وهيك يورم ويصير احمر وحالتي حاله. فالفواكه ابد ما ادنا لها ما عدا الرقي والبطيخ، هذا للاسف احبه كنت يعني فاكهتي المفضله، بس من اكلته بكميه كلش كبيره سويت تحدي بي صارت عندي النوب حساسيه من عنده، انه ظليت حتى البطيخ ما اكله. اوه خلوني استمر بهاي الوجبه التاريخيه. هذا المعول الاخير طبعا كان صعب نوعا ما بالنهايه مالته. يلا خلوني اكمل هاي الباقيه هسه. حد الان طعمها فشي رهيب صراحة يعني. خلوني اقسمها اجزاء لان بدا التحدي يصير صعب علي شوي، ومن اقسمها تسهل نوعا ما. بدا التحدي يصير صعب يا ابطال صراحة. الوجبة دسمة، وهذا الجايروس اللحم هذا النوعية مالته كلش دسمة، والجبنة والزبد وحتى هاي الصلصة الهولندية همين دسمة وبها سعرات حرارية كلش عالية. هذا الطبق طبعا يفوق 13000 سعرة يعني تقريبا، احسب لكم اياها بعدين اخلي لكم اياها هنا بالشاشه السعرات الحراريه مال هذا الطبق. وجبه فظيعه صراحه، بس لحسن الحظ ما باقي لي شيء مثل ما جاي تشوفون، انتهت الصينيه بالكامل. هنا باقي لي هاي الكميه وبديت امل من الطعام. واخيرا ما استخدمت هذا الباور ايد الازرق بس الاحمر، شنو معناتها يا ابطال بطلات هميم روز؟ من بيكم يعرف معناتها؟ ان الوجبة ممتازة والطعم رهيب، فما احتاج سوائل اغير بها الطعم. خلي نشوف هل يا ترى راح اقدر اكمل هاي الوجبة الباقية بهاي الكمية من السوائل وما استخدم الباور ايد الازرق. طبعا هو هذا يسمونه الجراتان جريتن، جايروس جريتن مخبوز يعني يصير. خلوني استمر. طبعا انا من اسوي تحديات قدام الكاميرا لكم يصير التحدي اصعب، يصير بهواي اصعب. ليش؟ لان اسوي ريفيو واكل على كيفي بالبداية ومدري شنو، هذا كله غلط بالتحديات، كله غلط. على التحديات الحقيقية انه تبلش بالاكل ما تحكي ولا كلمة، حتى تحاول تكمل وجبتك على السريع قبل لا معدتك تعطي إعاز للدماغ تقول له أوقف جاي يسوي هذا الغبي، شو جاي يذبي أكل زايد عن اللزوم. هي طبعا غباء هذا أسميه أنا، لا أحد يقلد هاي التحديات، خطرة عليكم وعلى صحتكم. أنا أسويها على معرفة ودراية وخبرة وتحت إشراف طبي طبعا، فما أنصح أي واحد يقلد هاي التحديات. فمن اسوي التحديات بيني وبين نفسي تصير اسهل، يعني جاي اضيع وقت بالسوالف، بس لخاطركم كل شيء عادي، اهم شيء هي المتعه والترفيه. طبعا هي السوالف مثل اذا انا اسولف وياكم احاول الهي نفسي الساعد، هي صحيح بس يمتى الساعد؟ الساعد يمتى ما ابدي مثلا ادخل بمرحلة الصعوبة بالتحدي، ابدي مثلا اسولف وياكم احاول يعني اغض نظري عن الوجبة اللي قدامي حتى شوية تسهل علي. يعني هي التحديات طبعا 50% من التحدي يعتمد على الراحة النفسية مالت الانسان، الراحة النفسية وعلى العقلية والاستراتيجية اللي تتبعها، والخمسين الثانية تعتمد على حجم المعدة مالتك وعلى التمارين اللي تسويها.
من قصدة انه انا اضيع وقت بداية التحدي، يعني بداية التحدي من اسوي ريفيوات وانا ماكل شيء قليل ماكل، راح تبدي المعدة تشتغل. انت اول ما تخلي لقمة بحلقك وتبلعها تبدي المعدة تحفزها، شلون تفعلها؟ تدوس الدقمة مال التشغيل مال المعدة، راح تبدي المعدة تاخذ لها مثلا فترة من الزمن. النوب تعتمد طبعا بين بشر وبشرك، واحد ياكل يمكن نص ساعة والمعدة مالته ما ترسل إعاز انه ستاب بعد لا تاكل، اكو بشر لا ياكل له يمكن 5 دقائق يشبع، معدته رأسا ترسل إعاز يوقف على الاكل بعد ما يشتهي الاكل، لو اشهى اكله تجيب له. انا اول ما اكلت هذا الطبق كانما ما ماكل شيء بلذته، بس هسه حاليا يعني صراحة صار يعني يعني ما اشتهي اكله، يعني اخر شيء يعني وصلت مرحلة انه بعد ما اقدر. طبعا انا هذا الشيء عندي يعني طبيعي انه انا طاقتي يجوز تستحمل اكثر من غير انسان، فلا حد يقيس على نفسه. هو اشوف بالتعليقات ها انا ما اقدر اكل ربع هاي الكمية، طبعا ما تقدر يا اخي، لان انت ما تقيس نفسك على اخوك، يجوز واحد اخوه ياكل اكثر من عنده، مو صحيح؟ خلوني اكمل هذا الطبق يا الطالم يبروز. الدسومة العالية تخلي الواحد يدوخ. خلوني افترسه بالكامل وانهي هذا التحدي بنجاح بدون ما اضيع وقت. اخر لقمة يا ابطال عمي ابراز من هذا التحدي الصعب. راح افوز، ما بقى لي شيء، بس هاي اللقمة الاخيرة يلا. من بيكون بطل يجي ياكلها ويخلصني ويساعدني؟ راح اطيها براسي. تحدي عملاق. ما استخدمت الباور ايد الازرق. تحدي من اصعب ما يكون يا ابطال يا ابراز. بس قدرت افوز. وجبه ضخمه ولذيذه في نفس الوقت. مثل ما شفتي يا طالب بطلات عمي ابراز، قدرت افوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف. طبعا اكلت اكثر من 5 كيلوات جايروس يوناني مخبوز بالجبنه وبالملحقات، يعني الشغلات الاضافيه اللي ضفتها مثل الزيتون والفلفل والفطر. طبعا وجبة صراحة من أروع ما يكون، والبطاطس المقلية المقرمشة طبعا لا ننساها، لعبت دور مهم بهاي الوجبة. أنصحكم تجربوها، بس لا حد يأكل بهاي الكمية العملاقة. طبعا كانت صراحة تحدي كان صعب، على كل حال قدرت أفوز. أشكركم على المشاهدة، أتمنى يكون عجبكم هذا التحدي. بنهايته لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اللي ما مشتركين بعدهم، فعلوا الجرس حتى تصلكم التحديات والفيديوهات أول بأول. ألتقيكم بالفيديو الجاي، مع السلامة. شو